بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد شاهين التاعب من قناة الدولة الإسلامية على اليوتيوب وفيديو جديد قراءة من كتاب القرآن تدبر وعمل بإذن الله عز وجل هنقرأ مجموعة اقتباسات مختارة من كتاب القرآن تدبر وعمل من الجزء الخامس عشر من القرآن الكريم لكن قبل ما ندخل في أي تفاصيل ياريت تعمل لايك للفيديو لأن ده بيساهم في انتشار محتوى القناة قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والحق أنه عليه السلام أسري به يقظة لا مناما، فالتسبيح إنما يكون عند الأمور العظام، فلو كان مناما لم يكن فيه كبير شيء ولم يكن مستعظما. ولما بادرت كفار قريش الى تكذيبه، ولما ارتدت جماعه ممن كان قد اسلم، وايضا فان العبد عباره عن مجموع الروح والجسد، وقد قال اسرى بعبده. كلام الامام العلامه الحافظ من الكثير في مساله لم تكن موجوده عند المسلمين الاولين، لكن بعض الفرق والطوائف الاسلاميه فيما بعد طرحت هذا السؤال، هل معجزة الإسراء كانت بالروح والجسد أم روح فقط وفي بعض الناس اللي بدأت تطلع مقولة إن الإسراء كان في المنام يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يتم الإسراء به حقيقة وإنما هو كان نايم وشاف رؤيا فالإمام العلامة الحافظ ابن كثير هنا بيذكر أوجه كثيرة مختلفة دلالتها إنه أسري به يقظة لا مناما يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم بروحه وجسده وهو يقظان صاحي حصل له كده رحلة الإسراء وكان عندي تعليق بمناسبة كلام أبو حملات اللي فيما بعد تراجع عنه وجاب ورا وقال أنا ما كانش قصدي أشكك والكلام ده في فرق كبير جدا جدا إنك تقع في اختلاف نوعا ما مقبول وموجود في كتب المسلمين وفي تراثهم واحنا بقى هنحل المشكلة دي مع بعض ونشوف ايه الحل مش مشكلة وبين انك تخترع قول جديد منكر عند علماء المسلمين على مدار التاريخ الاسلامي ان انت تقول ده مفيش اصلا لا اسراء ولا في حاجة ولا في معراج ولا تنكر الموضوع بالكلية قال تعالى عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا في هذه الآيات التحذير لهذه الأمة من العمل بالمعاصي لئلا يصيبهم ما أصاب بني إسرائيل فسنة الله واحدة ولا تبدل ولا تغير ومن نظر إلى تسليط الكفر على المسلمين والظلمة عرف أن ذلك من أجل ذنوبهم يعني تسليط الكفر والظلمة على المسلمين عرف أن ذلك من أجل ذنوبهم عقوبة لهم وأنهم إذا أقاموا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مكن لهم في الأرض ونصرهم على أعدائهم أهل الكتاب تحديدا من اليهود عارفين كويس قوي وهم بينسبوا الكلام ده لسيدنا إبراهيم عليه السلام إن في حاجة اسمها الوعد والعهد والقسم وفي قائمة فيديوهات كاملة على قناة الدعوة الإسلامية بنتكلم فيها عن الموضوع ده في مجال حوار الاسلامي المسيحي ودراسه الكتاب المقدس والكلام ده كله. فاليهود بيقولوا ان كان في وعد وعهد وقسم ما بين الله عز وجل وسيدنا ابراهيم. فالله عز وجل قال لسيدنا ابراهيم انه هيعطيه الارض والنسل والبركه في مقابل ان سيدنا ابراهيم واتباعه واولاده يتبعوا الوصايا والشرائع والاحكام وان نتيجه عدم اتباع الوصايا والشرائع والاحكام ان ربنا هيسلط عليهم اعدائهم. وهيذلهم ويخزيهم في الدنيا. هو نفس الكلام هنا منطبق ايضا على المسلمين. فسنه الله واحده. تتبع الوصايا والشرائع والاحكام وتتبع الوحي وتعبد الله عز وجل لا تشرك به شيئا. ربنا يفتح عليك بركات من السماء والارض ويورثكم الارض و... وتعيشوا احلى حياه في الدنيا. زياده عليها جزاء الاخره. اما بقى تعصوا الله عز وجل وتنحرف عن اتباع الوصايا والشرع والاحكام ربنا ايضا هيسلط علينا أعداءنا قال تعالى وجعلنا الليل والنهار ايتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وجعلنا الليل والنهار ايتين اي علامتين على وحدانيتنا ووجودنا وكمال علمنا وقدرتنا والايه فيهما اقبال كل منهما من حيث لا يعلم وادباره الى حيث لا يعلم ونقصان أحدهما بزيادة الآخر وبالعكس آية أيضا وكذلك ضوء النهار وظلمة الليل وموجود في التفسير أن آية الليل القمر وآية النهار الشمس وفي قوله تعالى فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة إن آية الليل القمر محونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة بمعنى إيه؟ في بعض التفاسير بتقول ان القمر والشمس هما الاثنين كانوا زي بعض متوهجين ومنيرين جدا فمحونا آية الليل يعني خلاص القمر لم يعد مثل الشمس وجعلنا آية النهار مبصرة فالشمس فضلت زي ما هي وبعدها الله عز وجل يقول لتبتغوا فضلا من ربكم وكأن ده في مصلحة الإنسان علشان يقدر يسعى في الارض ويعيش تخيل لو الليل كان زي النهار وان ايه الليل زي ايه النهار الشمس زي القمر كانك عندك شمسين هنقدر ننام ازاي وعلى هذا التفسير ان القمر كان زي الشمس وبعدين القمر انطفا فلم يعد مثل الشمس ويدوبك بيعكس ضوء الشمس ده يعتبر اعجاز علمي وتكلمنا عن هذا بالتفصيل في فيديو من فيديوهات الاخ حسان مصطفى ربنا يحفظه ويبارك فيه سأضع اللينك تحت في الوصف. قال تعالى: "ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا" وفي الآية تنبيه على أن إرادة خير الآخرة من غير سعي غرور. من أراد الآخرة أيوة وبعدين هتفضل قاعد مكانك يعني وسعى لها سعيها وهو مؤمن فلازم الإيمان ولازم السعي وأن إرادة كل شيء لابد لنجاحها من السعي في أسباب حصوله فربنا بيقول أنت تريد الآخرة لابد أن تسعى لها وأنت مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا هتاخد جزاء قال تعالى وهذه لفتة جميلة جدا من المفسرين وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وفهم من هذا انه كلما ازدادت التربية ازداد الحق وكذلك من تولى تربية الانسان في دينه ودنياه تربية صالحة غير الابوين فان له على من رباه حق التربية يعني انت بتدعي لهم بتدعي لابوك وامك وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة طبعا في الصغر انت محتاج رعاية وكذا طب ذكر التربية تحديدا يعني مش اكلوني شربوني لبي. كما ربياني صغيرة فقال لك التربية دي حاجة مهمة جدا جدا وهي من ضمن اسباب ان الاب والام ليهم عليك حق وبالتالي اي حد قام معاك بهذا الدور رباك تربية صالحة فلو عليك حق ابسط الحقوق إنك تدعله بالخير ده غير بقى الاحترام والتعامل والكلام ده كله مجرد الرغبة في الآخرة لا يكفي بل لابد من الإيمان والعمل مع تلك الرغبة الآية اللي ذكرناها يعطي الله تعالى الدنيا من يحب ومن لا يحب وعطاؤه دائر بين التكريم والابتلاء والاستدراج قال تعالى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا لا تنسى أنك محاسب على المال قال تعالى وآت ذا القربى حقه والمسكين وبن السبيل ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين قال تعالى ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه كان بعباده خبيرا بصيرا وقلنا مره ثانيه يقدر يعني يضيق يضيق عليه رزقه يعني يبقى فقير تعليقا على قوله تعالى: "انه كان بعباده خبيرا بصيرا"، اي خبير بصير بمن يستحق الغنى ومن يستحق الفقر. النقطة دي هامة جدا. وهي لا تعني ان انت خلاص تظل زي ما انت لو انت فقير ولا تسعى انك تبقى غني، مش ده المعنى. المعنى انك لما تتأمل أحوال الناس وتشوف ان ده غني وإن ده فقير إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، خبير بصير بمن يستحق الغنى ومن يستحق الفقر، يعني أحوال الناس زي ما أنت شايفها نتاج علم وحكمة، مش كده عشوائية وعمى وصدفة، فإن من العباد من لا يصلحه إلا الفقر، خلي بالك موضوع الرزق ده أيضا داخل في نفس معنى يعطي الله تعالى الدنيا من يحب ومن لا يحب وعطاء دائر بين التكريم والابتلاء والاستدراج فهنا العلامة الحافظ ابن كثير بيقول في أحوال الناس إن ليه ده ممكن يبقى غني وليه ده ممكن يبقى فقير فإن من العباد من لا يصلحه إلا الفقر يبقى ده عبد مسلم مؤمن فقير ليه ده لمصلحته ويبقى ده كرم من, من ربنا وفضل منه لأنه يعلم أنه لو كان غنيا لا فسد عليه دينه كويس وحال اخر وان من العباد لمن لا يصلحه الا الغنى فيبقى ده عبد مسلم مؤمن وربنا اعطاه مال لان الله عز وجل يعلم انه لو كان فقيرا كان هيبقى مثلا مجرم او حرامي او مرتشي او يسعى لاكتساب المال بالحرام ويفسد في الارض فيبقى ده كرم وفضل من الله عز وجل ولو افتقر لفسد عليه دينه وقد يكون الغنى في حق بعض الناس استدراجا يبقى دول ايه دول كفار فجار اشرار وربنا اعطاهم الدنيا يستدرجهم من حيث لا يعلمون علشان يفضلوا يعملوا في الذنوب والمعاصي فربنا يجازيهم عليها يوم القيامه بعذاب شديد والفقر عقوبه عياذا بالله من هذا وهذا فيبقى ليه انت فقير وربنا مضيق عليك رزقك علشان تلتفت هو انا بعمل ايه غلط حتى ابتلاني الله عز وجل بالفقر اذا هناك احوال كثيرة مختلفة متعلقة بالرزق قال تعالى ولا تقربوا الزنا والنهي عن قربانه ابلغ من النهي عن مجرد فعله لما تيجي تشوف العهد القديم لا تزني حاضر لا تقربوا الزنا أبلغ من النهي عن مجرد فعله لي لأن ذلك يشمل النهي عن جميع مقدماته ودواعيه فإن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه خصوصا هذا الأمر الذي في كثير من النفوس أقوى داعي إليه قال تعالى في سياق النهي عن التكبر إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا اي مقدرتك لا تبلغ هذا المبلغ بل انت عبد ذليل محاط بك من تحتك ومن فوقك انك لن تخرق الارض يعني انت ضعيف فقير لدرجه انك تحتاج الى الارض اللي تحتيك علشان تحملك علشان تعرف تعيش وايضا معنى ان انت لست بهذه القوة الخارقة الجبارة لدرجة إن أنت لما تيجي تدوس في الأرض بتشقها وتكسرها. أنت حتى حجما في هذه الدنيا ولن تبلغ الجبال طولا. فهنا هو بيقول أنت عبد ذليل محاط بك من تحتك ومن فوقك والمحاط محصور ضعيف فلا يليق بك التكبر. رائع. ربنا بيأدبنا وبيعلمنا. ابتعد عن الخطوات التي تؤدي بك الى الوقوع في الفواحش والمعاصي، فإن من حام حول الحما يوشك أن يقع فيه. قال تعالى: "ولا تقربوا الزنا، أنت مسؤول يوم القيامة عن العهود والعقود التي عقدتها مع الله أو مع خلقه، فاحرص على الوفاء بها". قال تعالى: "وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا". يعني هتتسأل عن العهد. هذه الجوارح أنت مسؤول عنها أمام الله تعالى، ولا يعرف قيمتها إلا من فقدها، فاستعملها في الطاعة، قال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يعني أنت هتتسأل عن كل ده، استعملت كل ده في إيه؟ واستفدت بيها إزاي؟ قال تعالى: وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا قال أبو الجوزاء أوس بن عبد الله ليس شيء أطرد للشيطان من القلب الناس اللي عندها وسواس من قول لا إله إلا الله ثم تلا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا يبقى كيف تطرد الشيطان عن قلبك؟ تذكر الله عز وجل خصوصا الاذكار التي فيها التوحيد لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم وهكذا. قال تعالى <applause> نحن اعلم بما يستمعون به اي انما منعناهم من الانتفاع عن سماع القران لأننا نعلم أن مقاصدهم سيئة، يريدون أن يعثروا على أقل شيء ليقدحوا به، نحن أعلم بما يستمعون به. في كفار كانوا بيحاولوا بطرق معينة يستمعوا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، هدفهم من الاستماع إيه؟ وقلت قبل كده إن القضية دي في دين الله عز وجل من أعجب ما يكون. أنت هدفك توصل للحق وهتتواضع وتتذلل لله عز وجل انه يفتح قلبك ويوريك الحق ستصل اما بقى انت بتحاول تدور على حاجه كده ولا كده تكون منقصه او مذمه او طريق الى النقد لا لن تصل الى الحق وسيكون هذا بدايه طريقك الى الضلال خلي بالك كان ربنا بيعلمنا حاجه كده شبه الانحياز النفسي ان انت لما يكون هدفك من البدايه ان انت تدور على حاجه بيتهيئ لك انك بتلاقيها اما ودي نقطه مهمه انك تتجرد وتنصف وتتامل وتتدبر ستصل الى الحق انا مش بقول لك العكس ان انت تبقى اه تحاول تشوف اي حاجه تمشيها على انها الحق لا مش مش ضروري لكن على الاقل ما يبقاش عندك هدف سلبي ونيه سيئه صفي صف قلبك ونيتك وحاول ما تبقاش منحاز وكن منصفا وتدبر وتأمل وتفكر وتعقل ستصل بإذن الله عز وجل الحق فهنا بيقول لأننا نعلم أن مقاصدهم سيئة يريدون أن يعثروا على أقل شيء ليقدحوا به وليس استماعهم لأجل الاسترشاد وقبول الحق وإنما هم معتمدون على عدم اتباعه ومن كان بهذه الحالة لم يفده الاستماع شيئا قال تعالى من اعظم الايات في الاخلاق وقل لعبادي يقول التي هي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم يعني ايه يقول التي هي احسن احسن يعني ايه حاجه حسنه وحاجه احسن لو عندك اكتر من طريقه تتكلم بيها تختار احسن وافضل وارقى والطف طريقه ليه بقى إن الشيطان ينزغ بينهم. لو هتتكلم بأسلوب مش أحسن أسلوب، الشيطان سيجد منفذ إنه يحاول يفسر الكلام بطريقة ينزغ ما بين قلوب الناس. أنت قصدك كده؟ أنت بتتكلم كده ليه؟ أنت بتقول كده ليه؟ فتزعلوا من بعض. فيبقى أنت تتحرى إن كلامك يكون أحسن كلام لا يساء تفسيره. فتقطع على الشيطان هذا الباب انا لما اشوف ايه زي كده واشوف واقع حال الناس اقول صدق الله العظيم وخلي بالك لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق ايوه هي دي بقى مكارم الاخلاق واعلى الاخلاق اصل مش اي حد لما يجي يتكلم هيبقى فاهم انه ممكن يقول الكلام باكتر من طريقه فيختار احسن طريقه صعبه مجهده وتحتاج الى تصفيه وتزكيه وتمرين وتدريب واعتياد فتلاقي بعد كده الدنيا عليك سهله انك تقول احسن كلام واجمل كلام واحلى كلام ومش قصدي مغازله ولا كلام لا اقصد ان انت لما تيجي تتكلم اللي قصادك دايما يستحسن كلامك ولا يجد فيه اي ثغره للشيطان انه ينزغ ما بينكم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو فيما معناه يا رب ارشدنا لاحسن الاخلاق دي احسن الاخلاق وفكره ان القران والنبي صلى الله عليه وسلم تجد انه بيعلمك احسن الاخلاق ده قطعا ولا شك دليل على انه نبي ورسول من عند الله عز وجل هنا العلم السعد يقول اذا دار الامر بين امرين حسنين فانه يؤمر بايثار احسنهما ان لم يمكن الجمع بينهما والقول الحسن داع لكل خلق جميل وعمل صالح فإن من ملك لسانه ملك جميع أمره وعلى رأي المثل لسانك حصانك إن صنت صانك وإن خنت خان أيضا نفس الآية وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم ان الشيطان كان للانسان عدوا مبينا والمقصد الاهم من هذا التاديب تاديب الامه في معامله بعضهم بعضا بحسن المعامله والانه القول يعني القول يكون لين لان القول ينم عن المقاصد ده مبدا اسلامي عظيم المفروض ان ده يكون واقعك قولك ينم عن المقاصد فلما تقابل حد وتقوله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يبقى انت بالفعل من داخلك تكن له الكلام اللي انت بتقوله لكن بسبب ان الاقوال نوعا ما سهله فبتلاقي ان الشريعه الاسلاميه بتحذر ان الكلام لوحده مش كفايه لكن مع الاخذ في الاعتبار ان الكلام مدخل مهم جدا لنفوس الناس علشان كده احيانا بعض الناس منافقين لازم تاخد بالك من كلامهم كويس علشان ممكن يقولوا كلام حلو بس افعالهم ضد اللي بيقولوه فيبقى ساعتها اقوالهم ملهاش لازمه لكن واقع المؤمنين والمسلمين القول ينم عن المقاصد فزي ما افعال المؤمن بتثبت صدق ايمانه ايضا اقواله بتثبت صدق ايمانه فهنا بيقول لان القول ينم عن المقاصد ثم تأديبهم في مجادلة المشركين الله عز وجل قال في المجادلة وجادلهم بالتي هي أحسن فيبقى في عندك أخلاق عامة ثم في قضايا خاصة تأكيد على أخلاق رفيعة خصوصا في هذه الظروف ليه بقى إن في المجادلة وجادلهم بالتي هي أحسن اجتنابا لما تثيره المشادة والغلظة من ازدياد مكبرة المشركين وتصلبهم فذلك من نزغ الشيطان بينهم وبين عدوهم سبحان الله العظيم قال تعالى وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا شوف هنا في سياق الآية وخص بالذكر ثمود وآيتها لشهرة أمرهم بين العرب ولأن آثار هلاكهم في بلاد العرب قريبة من أهل مكة، يبصرها صادرهم وواردهم في رحلاتهم بين مكة والشام. المسألة دي أنا اتكلمت عنها قبل كده. في فترة من الفترات كنت بشتغل مع أحد الأشخاص اللي ليهم منصب عالي في مجال السياحة في السعودية، فكان بيحكي لي عن مدائن صالح وآثار تانية ليها علاقة بالقصص القرآني، لكن للأسف الشديد في نوع من انواع التقصير في ان الاماكن دي تبقى مزارات، وانا لما كنت بتناقش مع الدكتور ده ربنا يحفظه ويبارك فيه، كان عندي احساس شديد ان لو الاماكن دي تم ضبط كيفيه زيارتها هتبقى من ابلغ الادله على صدق القران الكريم، لان الله عز وجل زي ما قلنا قبل كده ذكر في ايات كثيره قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين، فاحنا بالفعل عندنا اثرهم اللي بتصدق الروايه القرانيه فنعتبر فنقول صدق الله العظيم طب الله المستعان فانا جبت الايه دي تحديدا لهذا التعليق ولان اثار هلكهم في بلاد العرب قريبه من اهل مكه قال تعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك وصوته كل داع يدعو الى معصيه الله تعالى فعن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد الغناء والمزامير واللهو دول ايه صوت الشيطان ده رد الله عز وجل على ابليس عليه لعنة الله واستفزز من استطعت منهم بصوتك ايه صوت ابليس صوت الشيطان صحابة قالوا الغناء والمزامير واللهو بغض النظر عن حتة هي الاغاني حرام هي الموسيقى حرام والقصة دي ابلغ رأي انا مقتنع بيه هو ان في بعض المجالات ركز معايا في الوصف ده بتاخد نفس مساحة الوحي في القلب، أو بتاخد نفس تأثير الوحي في القلب، يعني إيه؟ يعني الواحد بيسمع الغناء والموسيقى وده بيأثر في وجدانه ونفسيته ومشاعره، الأليق بالمؤمن إن ده ما يحصلوش إلا عن طريق الوحي، ولذلك فهذه الأشياء حرام، طبعًا بقواعد وضوابط ومش عارف مين، لكن في النهاية مفيش عالم هيشوف الغناء المعاصر والكلام الا وهيقول ان ده اكيد حرام يعني، لكن النقطة دي هامة جدا. أنت لما تستنزف مشاعرك، عارف أنت لما بينصحوا الشباب قبل الزواج إنه ما يعكش كتير قبل الزواج، ليه؟ حفاظا على مشاعرك وحفاظا على نفسك، علشان لما تتزوج تعيش كل هذه التجارب في الحلال فكل طاقتك وكل مشاعرك تكون في الحلال. لكن انت بقى تتجوز وتكون مشاعرك مستهلكه ومستنزفه ده بياثر في النهايه على علاقتك هي بنفس الطريقه كده انت قلبك هيبقى مستهلك لان انت ومشاعرك هتبقى مستهلكه ومستنزفه لان انت بتعرض مشاعرك ووجدانك وقلبك للغناء والموسيقى والافلام والمسلسلات والدراما فبقيت بتتاثر على مستوى معين يخليك تضحك ويخليك تبكي ويخليك تسح دموع ومش ثم بقى تنتقل الى الوحي وتسمع كلام الله ام على قلوب اقفالها الوحي ما بقاش بيأثر فيك خالص فدي مسألة هامة جدا يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار المفروض تخلي الوحي بس هو اللي له سلطان وتأثير على قلبك ووجدانك ومشاعرك في نفس الآية واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وكل ساع في معصيه الله على قدميه فهو من رجله وكل راكب في معصيه الله فهو من خيالته واجلب عليهم بخيلك ورجلك قال تعالى وان كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك لتفتري علينا غيره واذا لاتخذوك خليلا الايه دي في غايه العظمه واللي بعديها واللي بعديها كلام الله عز وجل بيوجهه للنبي صلى الله عليه وسلم نفسه ومثل هذا الخطاب مستحيل مدعي نبوه يسجلوا على نفسه وان كادوا لا يفتنونك عن الذي اوحينا اليك لتفتري علينا غيره ده ما حصلش لو كان حصل واذا لاتخذوك خليلا العلامه السعدي بيقول ايه ولكن لتعلم انهم لم يعادوك وينابذوك العداوه الا للحق الذي جئت به الرساله ولوازمها هي المشكله لا لذاتك إيه كمان؟ قال تعالى: "ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا". في هذه الآيات دليل على شدة افتقار العبد إلى تثبيت الله إياه، ده الكلام ده للنبي "ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا". ولو كان ده حصل، شوف الكلام ده للنبي إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا لا اله الا الله. في هذه الآيات دليل على شدة افتقار العبد إلى تثبيت الله إياه، وأنه ينبغي له ألا يزال متملقا لربه أن يثبته على الإيمان، تفضل تلح بهذا، ساعيا في كل سبب موصل إلى ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الخلق، قال الله له: ولولا أن ثبتناك. فكيف بغيره؟ اللهم ثبتنا على الايمان وعلى الاسلام يا رب العالمين. الايه اللي بعديها قال تعالى: "وإذا لاذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا". بحسب علو مرتبة العبد وتواتر النعم عليه من الله يعظم اثمه. ملمح هام جدا. الله عز وجل يقول للنبي: "ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا، لو كان ده حصل منك انت يا رسول الله كان هيبقى عذابك حاجه تانية فهنا زي ما بيقول ما سبب كون الخطا من النبي صلى الله عليه وسلم او العالم او الداعيه لو حصل اعظم من خطا غيرهم، عشان المكانه والعلم اللي عنده، بحسب علو مرتبه العبد وتواتر النعم عليه من الله يعظم اثمه ويتضاعف جرمه إذا فعل ما يلام عليه لأن الله ذكر رسوله لو فعل وحاشاه من ذلك بقوله إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصير يعني محدش هيقدر يمنع عنك العذاب ده الله المستعان قال تعالى وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها واذا لا يلبثون خلافك الا قليلا اي لو اخرجوك لم يلبثوا بعد خروجك بمكه الا قليلا فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا من مكه الى المدينه لاجل اذايه قريش له ولاصحابه لم يبقوا بعد ذلك الا قليلا وقتلوا يوم بدر بين سنه الله عز وجل في من اذى الدعاه والمصلحين يؤذوك لدرجة إن هم يخرجوك من الأرض؟ إذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، خلاص كده هم قربوا على نهايته، قال تعالى: "وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا" شوف الفقه، إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا أي هذا وصف الباطل، ولكنه قد يكون له صولة وروجان إذا لم يقابله الحق وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا ده وصف اصلا لكن لما جاء الحق بان بشكل جلي بين واضح ان بالفعل الباطل ده كان زهوقا هو ده المعنى قد يكون له صول وروجان اذا لم يقابله الحق فعند مجيء الحق يضمحل الباطل فلا يبقى له حراك ولهذا ولهذا لا يروج الباطل الا في الازمان والامكنه الخاليه من العلم بايات الله وبينات فكره ان الباطل لا ينتشر الا في وسط الجهل والتخلف ولا حول ولا قوه الا بالله وان الناس اللي بتنشر الباطل اقسم بالله من ابرز الايات انك تتامل حال المنصرين في بعض الظروف اللي فيها عوام المسلمين بيلتقوا ببعض المنصرين المنصر يلاقي واحد مسلم عامي جاهل ما يعرفش حاجة لقطة اما لو بدأ يتكلم مع واحد مسلم لقى فاهم بيسيبه يمشي خلاص هو ملوش عليه سبيل بعلمه الجاهل هو اللي نقدر نقنعه بالباطل قال تعالى وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ايضا للناس اللي بتتكلم ان في عندها مشاكل نفسيه وشكوك ووساوس فالشفاء الذي تضمنه القران عام لشفاء القلوب من الشبه والجهاله والانحراف السيء والقصود السيئه فإنه مشتمل على العلم اليقين الذي تزول به كل شبهة وجهالة والوعظ والتذكير الذي يزول به كل شهوة تخالف أمر الله ولشفاء الأبدان من آلامها وأسقامها أنت بس صاحب القرآن بهذه النية إن القرآن يشفيك من أي داء فيك واقرأ 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 قال تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا نبوة مرة تانية إن أنتم مش هتقدروا وما قدرتوش يبقى إيه صدق الله العظيم والقرآن كلام الله عجز الخلق عن الإتيان بمثله لما تضمنه من العلوم الالهيه والبراهين الواضحه والمعاني العجيبه التي لم يكن الناس يعلمونها ولا يصلون اليها ثم جاءت فيه على الكمال وقال اكثر الناس انهم عجزوا عنه لفصاحته وحسن نظمه ووجوه اعجاز كثيره ايضا في تفسير نفس الايه وهذا دليل قاطع وبرهان ساطع على صحة ما جاء به الرسول وصدقه، حيث تحدى الله الانس والجن ان ياتوا بمثله، واخبر انهم لا ياتون بمثله، ولو تعاونوا كلهم على ذلك لم يقدروا عليه، ووقع كما اخبر الله، ووقع كما اخبر الله، نفس معنى قول الله عز وجل في سورة البقرة فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجار ايضا في تفسير نفس الايه فالقران معجز في النظم والتاليف والاخبار عن الغيوب وهو في اعلى طبقات البلاغه لا يشبه كلام الخلق لانه غير مخلوق ولو كان مخلوقا لاتوا بمثله الانسان مهما بلغ من الكرم والعطاء فان الاصل فيه الامساك والله سبحانه هو الكريم المنان والمعطي بدون حساب قال تعالى قل لو انتم تملكون خزائن رحمه ربي اذا لامسكتم خشيه الانفاق وكان الانسان قتورا كلما عظم مقام الرب في قلب العبد هان عليه مقام المخلوقين قال تعالى قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض الا رب السماوات والارض بصائر واني لاظنك يا فرعون مثبورا مهما اشتد الاذى فاصبر فان العاقبه للمتقين قال تعالى فاراد ان يستفزهم من الارض فاغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض قال تعالى وقرانا فرقناه لتقراه على الناس على مكث اي على مهل ليتدبروه ويتفكروا في معانيه ويستخرجوا علومه الآية دي عمدة في وصف القرآن الكريم وفي طريقة نقل القرآن الكريم وقرآنا فرقناه فرقناه يعني نزل مفرقا منجما منزلش مرة واحدة لتقرأه على الناس على مكث يعني انت تقرأ فيسمعوه طب انت تقرأ ازاي على مكث يعني على مهل وبالتالي القرآن في الاصل يقرأ فتتلقاه سماعا وبيقرأ على مهل علشان تسمعه كويس فتفسر كل حاجة فيها كويس تبقى عارف الحروف اتنطقت ازاي وكل حاجة اتقرت ازاي كويس اوي فبناء عليه بما انك سمعت كل تفاصيله كويس اوي هتقدر تفهم كل معانيه ان شاء الله كويس قال تعالى: "قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا" قل آمنوا به أو لا تؤمنوا؟ أمر باحتقارهم وعدم الاكتراث بهم يعني ايه يعني امثالكم ملوش قيمه بمعنى ان عدم ايمانكم مش هياثر في حاجه ولا ايمانكم هياثر في حاجه برضو بمعنى ان انتم مش اهل اختصاص ولا اهل علم فقراركم يكون مؤثر بحيث ان انتم لو امنتوا يبقى ده يزود المصداقيه او لو كفرتم ده يزود نسبه التشكيك ده المعنى قل امنوا به او لا تؤمنوا ده ملوش قيمه في ضوء ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا اللي عندهم علم بيؤمنوا ان القران الكريم كلام الله وتجد ايات تشير الى هذا المعنى كثيرا في القران وخلي بالك هذا في الواقع الى يوم الناس هذا يعني ايه؟ اقعد دور كده، مين اللي بيدخل الاسلام؟ هتلاقي من كل المستويات ومن كل الدرجات العلميه، لكنك كثيرا ستجد ناس اهل اختصاص وناس اهل علم دخلوا الاسلام. في المقابل دور على حد عليه القيمه ارتد عن دين الله عز وجل، اهل علم حقيقي واهل اختصاص. ومثل هذا في تاريخ المسلمين نادر جدا. تعدوا كده على اصابع اليد الواحده ان فلان اللي كان له قيمه عند المسلمين ارتد ده وارد لكن مش ده الاصل اما العكس فمن بدايه بعثه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو ده الاصل ان اهل علم كبار من اليهود والنصارى عرفوا ان القران الكريم كلام الله وامنوا بيه فهنا بيقول كانه يقول سواء امنتم او لم تؤمنوا لكونكم لستم بحجه وانما الحجه اهل العلم من قبله وهم المؤمنون من اهل الكتاب، يعني ان الذين اوتوا العلم من قبله، يعني المؤمنين من اهل الكتاب، وقيل الذين كانوا على الحنيفيه قبل البعثه، بشكل عام ان الذين اوتوا العلم من قبله، من قبل بعثه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من قبل نزول القران الكريم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اهل العلم دول لما بيسمعوا القرآن بيعرفوا انه كلام الله عز وجل وبيؤمنوا. ده في الغالب الأعم قال تعالى: <applause> "إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا" وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ وَيَبِكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا الإمام القرطبي بيعلق على هذا الوصف وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبِكُونَ أول حاجة يخرون الأذقان هذه مبالغة في صفتهم ومدح لهم وحق لكل من توسم بالعلم وحصل منه شيئا أن يجري إلى هذه المرتبة فيخشى عند استماع القرآن خلي بالك هذا امر عجيب. مقياس العلم الحقيقي ايمانك بالله عز وجل وبان القرآن الكريم كلام الله وان النبي محمد صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله عز وجل. ده مقياس العلم الحقيقي. وحق لكل من توسم بالعلم وحصل منه شيئا ان يجري الى هذه المرتبه فيخشى عند استماع القرآن ويتواضع ويذل وفي مسند الدارمي ابي محمد عن التيمي قال: والله مقوله في غاية الحكمة من أوتي من العلم ما لم يبكه لخليق ألا يكون أوتي علما لأن الله تعالى نعت العلماء ويخرون للأثقان يبكون ويزيدهم خشوعا شوف من أوتي من العلم ما لم يبكه لخليق ألا يكون أوتي علما مش هو ده العلم العلم الحقيقي هو اللي يوصلك للايمان بالله عز وجل، والايمان بصدق نبوه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والايمان بان القران الكريم كلام الله، فلما تسمع القران الكريم كلام الله ياثر فيك فتبكي. سوره الكهف قال تعالى: اذ اوى الفتيه الى الكهف فقالوا ربنا فقالوا ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من أمرنا رشدا هذه الآية الصريحة في الفرار بالدين وهجرة الأهل والبنين والقرابات والأصدقاء والأوطان والأموال خوف الفتنة وما يلقاه الإنسان من المحنة وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم فارا بدينه وكذلك أصحابه وهجروا أوطانهم وتركوا أرضهم وديارهم وأهليهم وأولادهم وقراباتهم وإخوانهم رجاء السلام بالدين والنجاة من فتنة الكافرين، ده أمر في غاية الأهمية، الدليل إذ أوى الفتية إلى الكهف، هربوا وراحوا الكهف، قال تعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ملمح أرينا عنه قبل كده، إن سيدنا موسى لم يؤمن له إلا ذرية من بني إسرائيل، ذكر تعالى أنهم فتية وهم الشباب. وهم اقبلوا للحق واهدى للسبيل من الشيوخ الذين قد عتوا وانغمسوا في دين الباطل طبعا ده الغالب الاعم لكننا كثيرا ايضا نرى ان ممكن الشيخ يؤمن ويترك الكفر ويدخل الاسلام فيش مشكله لكن غالبا الشباب اكثر قبولا وفيها تحذير ان طول الامد في الكفر مؤثر في القلب فاستجابته للايمان بيكون اقل واضعف، ولهذا كان اكثر المستجيبين لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم شبابا، واما المشايخ من قريش فعامتهم بقوا على دينهم ولم يسلم منهم الا القليل، حتى في ايام بعثه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، شده شفقه النبي صلى الله عليه وسلم على الناس ليؤمنوا، حتى يكاد ان يهلك نفسه لذلك، قال تعالى: فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا احذر فالنعم والملذات الدنيويه انما هي ابتلاء من الله سبحانه وتعالى لانك تستطيع ان تستعين بها على الطاعه وتستطيع ان تستعين بها على المعصيه قال تعالى "إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا" الرفقة الصالحة من أسباب الهداية والثبات على الدين، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا، كانوا مجموعة مع بعض، ثبتوا بعض وهربوا مع بعض. حفظ الله أولياءه في نومهم، أفلا يحفظهم في يقظتهم؟ قال تعالى: وتحسبهم ايقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال طيب الطعام له منافع كثيره فهو سبب للهدايه واجابه الدعاء والبعد عن الامراض قال تعالى فلينظر ايها ازكى طعاما فلياتكم برزق منه كلما كان المؤمن على حذر من عداوة الكفار كان في مامن من شرهم. قال تعالى: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. قال تعالى: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وان الساعة لا ريب فيها. في هذه القصة دليل على ان من فر بدينه من الفتن سلمه الله منها، وان من حرص على العافية عافاه الله، ومن اوى الى الله اواه الله وجعله هداية لغيره، ومن تحمل الذل في سبيله وابتغاء مرضاته، كان اخر امره وعاقبته العز العظيم من حيث لا يحتسب. العاطفه والحماس في عمل الخير لا يكفيان، فلا بد من التقيد باحكام الشرع، فبناء المساجد على القبور محرم. قال تعالى: "قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا". الذين غلبوا على امرهم. خلي بالك القصه دي قصه اهل الكهف كثير من الباحثين والمؤرخين قالوا ان دول قصه مذكوره في كتب التاريخ المسيحي، يعني بنتكلم عن بعد بعثه المسيح عليه السلام ورفعه الى السماء قبل بعثه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اتخاذ القبور مساجد وبناء الاضرحه على القبور محرم في شريعه اليهود والنصارى، فالمعنى ان الفتيه دول اللي هم فتيه افسس ولا ايا كان كانوا مؤمنين. والذين غلبوا على امرهم هؤلاء في الغالب كانوا كفار، وقالوا لنتخذن عليهم مسجدا، وده فعل محرم حتى في شريعتهم، لان بعض الناس بيستدلوا بهذه الايه على جواز ذلك، وده حرام بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وحرام حتى في شريعه اليهود والنصارى، لا تجادل الا فيما عندك فيه علم، قال تعالى: فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا إذا أردت أن تستفت في شؤون دينك فابحث عن الأصلح في عبادته وعلمه أما ناس وحشة فلا تستفت فيهم منهم أحدا ملمح فقهي جميل جدا قال تعالى وهذه الآية هامة جدا جدا ومؤثرة في نفسي كثيرا جدا جدا لأني بشعر ان دي النقطة اللي نقصاني. طبعا مش النقطة الوحيدة لكنها هامة جدا بالنسبة لي ونقصاني. قال تعالى: "واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا" ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. واصبر نفسك اي احبسها صبرا مع الذين يدعون ربهم. الكلام ده للنبي صلى الله عليه وسلم هم فقراء المسلمين كبلال وخباب وصهيب وكان الكفار قد قالوا له اطرد هؤلاء نجالسك نحن فربنا بيقول له لا هؤلاء عليه القوم الاغنياء الموضوع مش بالدنيا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه اما بتوع الدنيا دول ولا تعد عيناك عنهم تريد زينه الحياه الدنيا ولا تطع من اخفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا من اهم الحاجات اللي تعين المسلم على الاستقامه على امر الله الصحبه الصالحه لكن احنا للاسف الشديد في زمن سوشيال ميديا وفيسبوك وماسنجر وواتساب وفاكرين ان التواصل عن بعد هذا يكفي ولا تعد عيناك عنهم انت بتجالسهم وبتذكر ربنا معاهم وبتشوفهم وبيشوفوك هذا له تاثير كبير جدا قال تعالى ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا فإن هذا ضار غير نافع نفس معنى آيات أخرى شفناها قبل كده من ناحية الدين شوف اللي أحسن منك واللي أعلى منك، أما من ناحية الدنيا فما تشوفش اللي أعلى منك، شوف اللي أقل منك عشان تعرف مدى نعمة ربنا عليك. فإن هذا ضار غير نافع، قاطع عن المصالح الدينية، فإن ذلك يوجب تعلق القلب بالدنيا فتصير الأفكار والهواجس فيها وتزول من القلب الرغبة في الآخرة، فإن زينة الدنيا تروق للناظر وتسحر العقل. فيغفل القلب عن ذكر الله. زي ما قلت قبل كده مساله غض البصر مش بس عن فتنه النساء، عن شهوات وملذات الدنيا بشكل عام. وعلشان كده فكره الانترتينمنت ابرز عنصر فيها المشاهده والرؤيه. يوتيوب، نتفليكس والحاجات دي، اعلانات التلفزيون، افلام ومسلسلات، سينما، حاجات بتشوفها بعينيك. فان زينه الدنيا تروخ للناظر. وتسحر العقل فيغفل القلب عن ذكر الله ويقبل على اللذات والشهوات فيضيع وقته وينفرط أمره أيضا في نفس الآية ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فروطا شوف بمفهوم العكس وبالضد تعرف الأشياء ربنا بيقول له ولا تطع كذا يبقى تطع العكس كده يا سلام على الفقه ودلت الايه على ان الذي ينبغي ان يطاع ويكون اماما للناس من امتلا قلبه بمحبه الله وفاض ذلك على لسانه فلهج بذكر الله واتبع مراضي ربه فقدمها على هواه فحفظ بذلك ما حفظ من وقته وصلحت احواله واستقام... واستقامت افعاله ودعا الناس الى ما من الله به عليه فحقيق بذلك ان يتبع ويجعل اماما قال تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وطبعا هنا الايه قطعا ولا شك بتاكد على هذا المبدا ان انت بارادتك الحره تقرر الايمان او الكفر لان طبيعه ادله الايمان تسمح بهذا ان انت تقرر بارادتك الحرة ان انت تفكر وتتدبر وتتامل وتتعقل في الادلة فتصل، لكن انت ممكن تاخد قرار التغافل وعدم الانتباه وعدم الدراسة والسطحية والكلام ده كله، فلا توفق الى الايمان وتكون كافرا. انت بارادتك بتاخد الموقف، تتامل في الادلة فتصل ولا تاخد الامور بسطحية فتروح تبقى كافر. وقلنا قبل كده فكرة ان ايمان المكره غير جائز اصلا وغير مقبول فما فيش حاجه اسمها اكراه لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فهنا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ايضا الايه فيها تهديد ووعيد الحق من ربنا والحق ظاهر واضح جلي فلا فائده ولا حاجه للاكراه انت خد القرار بنفسك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر لكن تبقى عارف كويس اوي ان انت مسؤول عن قرارك وهناك عاقبة ان اعتدنا للكافرين نارا احاط بهم سرادقها ال ال الامام القرطبي يقول الله يؤتي الحق من يشاء وان كان ضعيفا ويحرمه من يشاء وان كان قويا غنيا ولست بطارد المؤمنين لهواكم فان شئتم فامنوا وان شئتم فكفوه. طبعا ده في سياق واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ان كفار قريش الكبراء قالوا اطرد هؤلاء نجالسك نحن لا ما ينفعش وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء اللي عاجبه على كده عاجبه لكن ما فيش حاجه اسمها نطرد البسطاء والفقراء من المؤمنين قال تعالى وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا واعز نفرا. العلامه الحافظ ابن كثير يقول قال قتاده: تلك والله امنية الفاجر كثرة المال وعزة النفر. قال تعالى: ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. العلامه السعدي يقول: فأي تلازم بين عطاء الدنيا وعطاء الاخره؟ فين المنطق؟ الرابط المنطقي فين لكن للأسف الشديد المغالطة دي بتيجي من تفضيل الحياة الدنيا على الآخرة ان نظرتك المادية بتخليك تفهم ان الدنيا دي قيمتها كبيرة قوي فاللي له الدنيا اللي قيمتها كبيرة قوي اكيد ربنا بيحبه فما دام ربنا بيحبه واداله الدنيا يبقى اكيد كمان هيديله الاخره كده وخلاص بغض النظر عن كفره وإيمانه ما هي القصة بتوصل لك المعنى ده فأي تلازم بين عطاء الدنيا وعطاء الآخرة حتى يظن بجهله أن من أعطي في الدنيا أعطي في الآخرة بل الغالب أن الله تعالى يزوي الدنيا عن أوليائه وأصفيائه ويوسعها على أعدائه الذين ليس لهم في الآخرة نصيب قال تعالى وهذه لفتة رائعة من علامة السعدي هذا الشخص الكافر المفتون بنعيم الدنيا فقد جنته وفي ملمح بقى ان هذا العذاب والعقاب تنبيه لبعدك عن الله وبعدك عن الدين لذلك قال ويقول يا ليتني لم اشرك بربي احدا ندم وادرك ان كفره وشركه كان سبب لهلاكه هلاك الجنه والنعيم الدنيوي اللي كان فيه فالعلم السعدي بيقول ايه ولا يستبعد من رحمة الله ولطفه أن صاحب هذه الجنة التي أحيط بها تحسنت حاله ورزقه الله الإنابة إليه وراجع رجده وذهب تمرده وطغيانه بدليل أنه أظهر الندم على شركه بربه وأن الله أذهب عنه ما يطغيه وعاقبه في الدنيا وإذا أراد الله بعبد خيرا عجل له العقوبة في الدنيا لان الله عز وجل لا يعذب عبدا على ذنب مرتين العبد المؤمن قال تعالى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا الذي يبقى للانسان وينفعه ويسره الباقيات الصالحات وهذا يشمل جميع الطاعات الواجبه والمستحبه من حقوق الله وحقوق عباده من صلاة وزكاة وصدقة وحج وعمرة وتسبيح وتحميد وتهليل وتكبير وقراءة وطلب علم نافع وامر بمعروف ونهي عن منكر وصلة رحم وبر والدين وقيام بحق الزوجات والمماليك والبهائم وجميع وجوه الاحسان الى الخلق. كل ده الباقيات الصالحات. قال تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وفي هذه الآية من التخويف لمن ترك الحق بعد علمه أن يحال بينهم وبينه ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. النتيجة إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. نفس معنى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه ولا يتمكن منه بعد ذلك قال تعالى قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا العلم السعد يقول العلم النافع هو العلم المرشد الى الخير. ما هو في علم نافع وفي علم ملوش لازمه. العلم النافع هو العلم المرشد الى الخير، فكل علم يكون فيه رشد وهدايه لطرق الخير وتحذير عن طريق الشر او وسيله لذلك فانه من العلم النافع، وما سوى ذلك فاما ان يكون ضارا او ليس فيه فائده. خلي بالك ده في العلوم الدنيويه والعلوم اللي ممكن يكون ليها علاقة بالدين او الفلسفة او حاجات زي كده اي علم يقود الى الخير طبعا الخير ده بمقاييس الدين يبقى علم نافع اما بقى لا يقود الى خير بمقاييس الدين يا اما ضار او ملوش لازمة الحمد لله رب العالمين بكده نكون قرأنا مجموعة اقتباسات مختارة من كتاب القرآن تدبر وعمل من الجزء الخامس عشر من القرآن الكريم بإذن الله عز وجل في الفيديو القادم نستكمل قراءة في كتاب القرآن تدبر وعمل من الجزء السادس عشر من القرآن الكريم. لو حاز هذا الفيديو على إعجابك فما تنساش تعمل لايك للفيديو لأن اللايك بيساهم في انتشار محتوى القناة. وما تنساش تشارك الفيديو مع أصحابك وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان تقدر تتابع كل جديد. ولو تقدر ترعى وتدعم محتوى القناة لو أنت شايف أن هذا المحتوى يستحق الدعم والرعاية فقم بزيارة صفحتنا على باتريون او باي او حتى قم بالانساب للقناه ستجد اللينكات كلها تحت في وصف الفيديو، إلى أن نلتقي في فيديو آخر قريبًا جدًا بإذن الله عز وجل، لا تنسوني من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.